العميقة بجبال إثيوبيا المهيبة تعيش قبيلة المورسي. تاريخهم وثقافتهم تشكل جزءاً لا يتجزأ من تراث إثيوبيا الغني. في هذا الفيديو الوثائقي سنقوم برحلة استكشافية إلى عالمهم المدهش ونستكشف حياتهم وتقاليدهم الفريدة. تعيش قبيلة المورسي جنوب غرب إثيوبيا حول وادي نهر أومو ضمن الرعاة الرحل على مقربة من جنوب السودان. يعيشون حياة بدائية، أي يعتمدون على الزراعة ورعي الماشية، وما زالوا يتبادلون السلع في التجارة ومن دون أموال، ولا يعرفون المال. تثقب فتيات المورسي شفاههن وهن صغيرات حتى يضمن الزواج باستخدام أداة بدائية، ويعالجون الألم باللبن والخشب ليتم التئام الجرح، وتحول الشفاه إلى فتحة تزداد في الاتساع مع مرور الوقت، ويتم ذلك في حفل يقام بمنزل الفتاة. وأصل هذه العادة هو تشويه الفتيات حتى لا يقعن بأيد التجار الرقيق، وتحولت العادة إلى أداة للجمال. وكلما كبر حجم الطبق الموجود في شفاه الفتاة تكون أجمل في نظر شباب القبيلة، ويكون مهرها من البقر والقطيع أكبر. وتكون بنت قبيلة المورسي مخيرة في قطع أسفل الشفاه، لكن إن لم تحمل اللوحة فسيكون مهرها قليل للغاية قبل الزواج، كما تتم إزالة الأسنان الأمامية لتفادي احتكاكها باللوح. يشرب شعب المورسي دماء البقر أو يخلطون اللبن بالدماء يوميا، ويعتقدون ذلك أحد العناصر الغذائية الضرورية لهم لاعتقادهم أنه يمنحهم القوة ويبعد عنهم الأرواح الشريرة، بالإضافة إلى العصا الطويلة التي تعرف باسم الدونغا وتعد رمزا للشجاعة. تضم قبيلة المورسي مقاتلين ماهرين يهابهم باقي القبائل الأخرى بالمنطقة، وتمتلك الماشية قيما مادية ومعنوية خصوصا لشعب القبيلة، كما أن جميعهم مدججون بالسلاح لحماية أراضيهم. يزين ذكور القبيلة أجسامهم بالطين الأبيض، كما أنهم يشكلون بعض الأشكال الأخرى في مناطق معينة بالجسم. أما بعض نساء القبيلة فيستخدمن النباتات الجافة والأغصان والحشرة الميتة وذيول الحيوانات وجلودها في تزيين رؤوسهن، وبذلك تكون زينة ملونة وغريبة. يتميز شعب القبيلة برائحة غريبة للغاية بسبب ما يقومون به من فرك أجسامهم بمواد طبيعية ذات رائحة مميزة مشابهة بروائح تعرق ممزوجة برائحة جلود الحيوانات، وهذه المواد تحميهم من الطفيليات والحشرات. يعتقد رجال قبيلة المورسي أن النساء هن كهنة الموت، وهناك عدة طقوس تمارسها الزوجة الأولى للرجل، ويعتبرونها رحمة من الزوجة إلى الزوج، وأبشع هذه الطقوس دس السم للزوج، لكن بطريقة تحافظ على حياته، ويعتبرها الرجل علامة حب من زوجته.